قل يا بني شيبة الحمد الذين بهم قامت دعائم دين الله وارتفع، قوموا فلقد عصفت بالطف عاصفة مالت بأرجاء طود العيز وانصدعا فلتلطم الخيل خد الأرض عادية فخد عليا يا نزاري للثرى ضرعا تملأ الأرض نعيا من صوارمكم فإن ناعي حسينا في السماء نعايا ولتذهل اليوم منكم كل مرضعة فطفله من دماء أوداجه رضعا نسيتم أم تناسيتم كرائمكم بعد الكرام عليها العيد عليها الذيل قد وقعا نسيتم أم تناسيتم كرائمكم بعد الكرام عليها الذيل قد وقعا يا قلب زينب كم قاسيت من محنين الليله مصيبه زينب سلام الله عليها هي صاحبه المصيبه العظمى هذه الليله ليله العاشر من المحرم يا قلب زينب كم قاسيت من محنين فيك الرزايا وكل الصايب قد جمعايا لو كان ما فيك من صبر ومن محن في قلبي أقوى جبال الأرض لانقلعايا يكفيك الصبر يا قلوب الناس كلهم تفطرت للذي لاقيته جزعا يا يم الحزن زينب الليلة تودع اخوتك وتهيل مكسورة الخاطر بالتوديع دمعتها ها يم الحزن زينب من جن ليلها ومست وشافت كل بواد الطيف بجيوش العدن شبست زينب بالهضم والضيم والشروح حست وجلها زاد وانضامت تحاكي روحه قامت يا فرحتي ما دامت يا بأضن هاي الزلم والخيل علشت لحسين جيتك زينب قصدت السجاد لكن ما بقك الحيل بعد ما سلمت قعدت يا ويلي والدموع تسيل تقلّ قلّ أبوك حسين عن هالدار خلّي يشيل يا عمي خايفة منه بيها الشر أشوفنه خلّي
يرتحل عنها. اشوف الدار وحشة وحش منبتها. زينب ويا على السجاد تحكي ويهل ناظرها، تتوسل تبي ترحل وهي مكسور خاطرها. الساعة ولن ابو السجاد جاوب جيته سرها، على اختم الحزن سلم يمها قعد وتبسم. جل عنها الهضم والهيم، حاشاها وسلاها وناشدها على راحتك. العودة صدع للسجاد عن الحال يحكي له، كسرت خاطري عمتي شفتها لمدمع تسيل. تقلي قل ابوك حسين خلي يشيل هالليل، وتريدك يا ابن حامل جار الليلة تشيل عن هالدار. انا خايفة من الصبح لو صار هاي الخيل هاي القوم علينا تصير هجمتك. قال حسين للسجاد وزينب قاعدة تسمع، يا ابني منرحل بهالليل اخاف عليك تصدع. باكر يا علي يا ابني ومصيبته، باكر يا علي يا ابني ليك امر الحرم يرجع. رحيلي يصير تكليفك، تظل ترحل بكيفك. انا بهالمسيح ضيفك، ولو طلعت شمس باكر ها ومصيبته، ولو طلعت شمس باكر اغيبا قبل غيبته. اويلي ومن سمعت بحكي حسين، زينب ظلت وقامت تتراجف مفاصلها، يا ويلي وروحها هامت. زينب ليلة العاشر هذا الليل ما نامت، ويلي ومن سمعت بحكي حسين ما غمضت لزينب عين. تصوت وين روحا وين، بعد اخوتي هالعيل الوطنها شلون ردت. زينب قصدت العباس والهم قصد وياه، وحين الشاف العباس تتعثر بممشاه. طلع من خيمته مغضب والزينب تلقاه. هلا يا زينب قلها، هلا يا سلوتي كلها، وزينب لعد كافلها. صدت والقلب داوي واخترقت بعبرته. زينب ويقمر عدنان تقل له، يا ابن حيام الجار سمعت حسين اخوك يقول احنا بهالمسخ الطار. اويلي وانا لازم قلبي واخاف من الصبح لو صار، وانا مخدرة تدري، وانا مخدرة تدري، واخاف ان ينهتك ستري. عقبكم ما ردت عمري، والحرمة عقب ولياها ما تسواش ظلت. يسمع زينب العباس وعينه من العزم حمرة، يقلها بشيمتي خدريك يا زينب ودق صدره. يقلها يا بنت حامل جار وحق ظل عمش الزهرة قسم عظيمها،
قلها يا بنت حامل جار وكسر ظل عمش الزهرة لفني رقابها دونج وخوش وقرة عيونج لا ينخطف لونج العساكر هاي باكر كون شتته العساكر قال شتته الصلى وقام يطوه لما نسمع حكي اخته هاج وهزت النخوة وزينب نادت بهونك يا والي الحرم تقوى تقل يا ابن داح الباب تقل والدليل انعاب حكي وياك لي واعتاب اسولف لك يا ابو فاضل تقل وتجر ونته ابو فاضل اخبرنك يا ابو فاضل اخبرنك يا ابو فاضل عودك ليش راد امك وعن طيبة نسب حرة ابونه من نشد عمك انت غايته منها ها انت غايته منها والهل نايب ضمك ابونا المثل هذا اليوم ضمك ذخر يا جدوم هاي الخيل هاي القوم وابونا على وصيته تراه هاي ساعته اغتاظ وقال يا زينب شنه الخيل وتهمك اخوش وصارم بيدي وفن ليقحم خيمك وحق الحسن اسمع هالقسم العظيم وحق الحسن يا زينب وكبده وكسر ضلع عمش على خلي جموع حيط الشار وخلي كربلة تذكار وخلي النايحة بكل دار وخلي الناس جيل جيل ما ينسون عملتها 30 عام ابو فاضل مثل ما قال سواها في نصيد الزلم والخيل متموج مروج خلاها وزينب واقفة تشوفه وبعباس نخواه ساعة وقعت الراية وطاح على المسناية طاح وضاعت الثاية طاح وصاحب فاضل يا زينب وهضمته ناداها ناداها يا زينب شبيدي خوش خوش وتدرين الحرب عيدي لو انها تنوش السيف ايدي ما كان ظل وحدة عضيدي ها اي والله ما كان ظل وحدة اي عضيدي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وإنا إليه راجعون أبا صالحين يا مدرك الثار كم ترى وغيظك وارين غير أنك كاظم وهل يملك الموتور صبرا وحوله يروح ويغدو آمن السرب غارم سيدي أتنسى أبي الضيم في الطف مفردين تحوم عليه للوداع
فواطمات انساه فوق التور منفطر الخشاوة تناهبه سمر الرجايا وصوارمه ورب رضيع أرضعته قسيه من النبل ثديا دره الثر فاطمه فلهفي له مذ طوق السهم جيده كما زينته قبل ذاك تماما ولهفي له لما أحس بحره وناغاه من طير المنية حائم هفى لعلاق الصبط مبتسم اللما وداعين وهل غير العناق يلا يا 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 ولهفي على أم الرضيع وقد دجاها إما داركين باتش أدس بديت حال مشيئة ما دار خيلي باتش أشدوس مدرها مصيبة طفل رضيع مشمخن بخني ولهفي على أم الرضيع وقد دجا عليها الدجا والدوح ناحت حمائم تسلل في الظلماء ترتاد طفلها وقد نجمت بين الضحايا على يا 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 أقلته بالكفين ترشف ثغره وتلثم نحرا قبلها الشهم لا يا 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 يمك يا عبد الله انطفت عيني يمك يا عبد الله انطفت عيني يا ضيها العلين دربه يجديني سهم الصابك الماذيك ماذيني همونتي لكيك بقلود خرده انقار بقلوي من خردها سهم الصابك الماذيك ماذيني بنحرك ما نبت يا بني نبت بحشاي والله بحشاي بحشاي وفطر قلبي ومرت جبني عقلي طار مني وصبر ما عندي آه يا ابني يا ابني يا دليل ويا نجم سعدي يا زينة حياي يا وزهرة بدنيا يا زهرة الدنيا شلت راسي بيك يعني من باش ما بوجود شو ما سالب عندي في دامك أنا ما يا زينة الدنيا شلت راسي بيك لابوك حسين وعين تربي ليك يا زهرة الدنيا شلت راسي بيك لابوك حسين عين وعين تربي ليك حسبت حساب سالم وامك تربيك حساب كذبك شو ما بيبوني برام ولكن متاسف انا شو مرات استاذن
حسبت حساب سالم وامك تربيك وامك سالمة وتخلف علي رباي ما دري نزل توقع داركين بجاج زحماتي ما درج برامكنا دايك دايك ما يطيب ودايبوك النوب داي اللي يفلش ولو سبع قلوب حسبت حساب وحسابي طلع مقلوب سكنة ميسرة وانت الفقد يا رجاي يا رجواي يا رجواي بعدك بعد ما لوليت عقب حسين عقب حسين عيب اقعد تحت ظل بيت هادق بعد حسين من هيج خوني نمرن سايي خوني هيج وقت نمخم بمنم ها يا رجواي يا رجواي بعدك بعد ما لوليت بعد حسين عقب حسين يا بقعد تحت ظل بيت يا ابني يا ابن الكربلاء يا ابني حسين لا جيت تكاش كربلاء انا يا مدام وين مصيبه هالو نمدي دم حسين كربلاء لا جيت يا ابني تموت يا ابني ما شربت الماء عسه يا ماي عسه يا ماي يكون انقطع جروانك كاش أب جارينا مشودة عسه يا ماي كون انقطع جروانك يجري الماي وانت تلوج بلسانك شون عبد الله رضع خيلت شنشبود ومن أحد علامات العطش إن الإنسان إذا وصل بالعطش يبدأ يفتح لسانه يدلع لسانه بين فترة وأخرى من شدة العطش عسه يا ماي عسه يا ماي كون انقطع جروانك يجري الماي وانت تلوج بلسانك آه يا ابني يا المفطوم قبل ميحانك آه يا فرحة الماء دامت بهذا مناي يا ابني يا ابني يا ابني انسلب عقله وانسلب نومي يعني عقلا فريد خاما فريد يا ابني يا ابني يا ابني انسلب عقله وانسلب نومي انسلب روحي ونوحي ولومي يا ابني يا ابني النحل جسمي ورسمي هدومي حيل ما عندي وشيل رداياي آه آه يا ابن الرضيع الفطمة النبلة النبلة يا 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 آه يا ابن بوريدة وانقطع حبلي آه آه يا عسمك تدرس تبلي دمك خضب شفوفي عوض حناي اي والله دمك خضب شفوفي اي اي عوض حناي بني افيق من سكرة الموت وارتضي بثدييك على القايا بيهدؤها ام بني لقايا كنت الانيس لوحشتي وسلواي اذ يسطو من الهم غاشم لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. الذنوب وايد لها آثار، من آثار الذنوب هي قسوة القلب والعيال. شوف ناس قاسين قاسي قلب، هذا نتيجة الذنوب. الحديث يقول وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. فلما تلاحظ الوحشية
والقسوة عن الطرف الآخر اللي جاي لإختار حسين، لا تستغرب. الإمام الحسين صلى الله عليه يقول إن هؤلاء ملئت بطونهم من الحرام. شوف لقمة الحرام شدة أذن، واللي يقتلون طفل صغير يا أخي، طفل رضيع 6 شهور عمره ومانعين عنهم الماء يصليهم 3 أيام إلى درجة انجف اللبن، إلى درجة انجف اللبن في ثدي أمي. أخذ الطفل يصرخ ويتألم من العطش في هذه الليلة، ليلة العاشر. شوف الأصحاب النساء كلهم ذولاك وضعهم لا بأس به، بس من يسمعون صراخ الطفل يتألم. شوف أنت لما تأتي إلى البيت وتدخل البيت، إذا تسمع صراخ الطفل تتألم. شنو بيعطوه حليب؟ لعل عطشان، لعل جوعان، ما تقدر تقعد راحة إلا إذا ارتاح الطفل. ولهذا الطفل ليلة العاشر أخذ يبكي ويصرخ من الألم، من العطش. هذول من يتحملون؟ يعني الأم ما تتحمل إن طفلها يبكي ويصرخ، شو تسوي يا أخي؟ فجاءت للطفل إلى زينب سلام الله عليه، والآن بعد شو تحملت؟ أنا ما أقدر أتحمل صراخ هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى أن صار يوم العاشر الإمام الحسين يتفقد الخيبة بين فترة وأخرى، فأراد أن ينظر إلى طفله الرضيع. النظر إلى الطفل يسر النفس، قرة للعين، ها؟ بس الحسين تأثر لما رأى الطفل تلك الحالة. شلون جابوا؟ جاءوا بالطفل وهو مؤمن عليه من شدة الضباء. أيوة مصيبته. مؤمن عليه من شدة الضباء. الحسين هوايته. يقول بعدا لهؤلاء القوم أن يكون خصمهم يوم القيامة جد. طفل بسيط، طفل غريب. وضعه الحسين تحت ردائه وأقبل به نحو القوم. قال يا قوم قتلتم أخوتي، قتلتم أهل بيتي، قتلتم أولادي، ولم يبق منهم إلا هذا الطفل الرضيع وهو عطشان. أنا ما أسقي ماي، أخذوا بيدكم واسقوا أنتوا الماء، أنتوا اسقوا ماي. بعد شغلي أكثر من إنصاف شنو؟ إذا كان هناك ذنب للكبار فما ذنب هذا الطفل الصغير؟ لكن هل رحموا الطفل الصغير؟ طبعا الجيش صاروا عدة فرق، قسم قال من الجيش ما ذنب هذا الطفل الصغير، إذا كان هناك ذنب للكبار فلا ذنب لهذا الطفل الصغير، اسقوه قليلا من الماء. قسم آخر قال لا، لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية، لا إله إلا الله. قسم آخر شنو قال؟ لو كانوا من الترك أو الديلم لأسقيتموهم، فكيف ومن علمتم؟ تعرفون دول من أهل بيت النبوة والرسالة؟ لو كان من الترك أو الديلم لأعطيتموه الماء، فكيف وهو من قد علمتم؟ لا إله إلا الله. على أثر هذه القضية قام يتقهقر الجيش، صارت بي اختلافات. عمر بن سعد قائد الجيش شنو قال لحرملة؟ قال يا حرملة اقطع نزاع القوم. قال يعني شلون اقطع نزاع القوم؟ اسقط طفل ماء؟ قال لا، ارميه بسهم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. شال طفل حسين بيده يخاطب جموع العدل، هذا الطفل يموت ظلام وذنب منه ما شده، وين قلبي من رفع طفله مقمط واعتنى، يصيح كان الذنب مني هذا طفل ما جنه، عجلوا له بقطرتهم مية ترى عمره دنه. شو يقول؟ يقول منظمه يابس لسانه والكبد متمرده، ومصيبته من العطش يابس لسانه والكبد متمرده. صاح من سعد الرجس يا حرملة رد الجواب، لا يكون الطفل يرجع بالسلام اهل الاطناب، شوف نحره يلوح مثل البدر ما بين السحاب. يا الله، والرجس ما لان قلبه وطوق بسهم الردى. يقولون حرملة وضع
السهم في كبد القوس ورأى الطفل من بعيد، لكن الطفل كان شن عليه برقع، فجاءت ريح ورفعت البرقع. يقول رأيت لقبة الطفل الرضيع كأنها تلمع على عود الحسين كأنها بريق فضة، فصومته بسهم ذبحه من الوليد إلى الوليد. أيوة مصيبتا، رحم الله من نادى وحسينا. شلون تحمل الحسين تلك الحالة؟ وضع يده تحت منحنى الطفل، امتلأ الدم العميقة، رمى بها نحو السماء وهو يقول هون ما نزل بي، إنه بعين الله فرفرت روحه أو فج بوجه أبوه عوينته، وذاب قلب حسين من شاف ملال حرق بنته، والحليف فوقه وغسل دمه بدرعته، ورجع ودموعه يحلها وطلعت سكنة ناشدة. قيل الحرملة أما رق قلبك لهذا الطفل الرضيع؟ قال نعم رق قلبي في حالة واحدة. شنو الحالة؟ يقول كان الطفل مغمى عليه من شدة الظما وكان مقبطا، فلما أحس بحرارة السهم أخرج يديه من الغمار، اعتنق رقبة والده الحسين، أخذ يرفرف كالطير المذبوح. رحم الله من نادى والغمار وحسيناه ومصيبته. رجع الحسين، استقبلته سكينة. يا الله موقف صعب جدا. سكينة كانت تتوقع أن حين الطفل الرضيع شرب الماء، وجاء الحسين ببقيته. فقالت أبا حسين هل سقيت أخي ماء وجئتني ببقيته؟ قال خذي أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد. ورجع ودموعه يهله وطلعت سكنة ناشدة، تقول مو يسقيت خي وجيتني بفاضل الماي، بالعجل برد غليلي من الظما هذايب حشاي، خال بيده ريش بيدي على الذي يروي ظماي، شنو حط اخوها بين ايديها ومدده. قالت الصاير بخويا مصيبة تصرخ بحال الفظيع. طفل ومخضب بدمك، يا عبد الله الرضيع. طلعت امه من المصيبة تصرخ بحال الفظيع، طفل ومخضب بدمك، يا عبد الله الرضيع. راتك التالي زماني لا اظل حرمة وضيع، كان لي تصير سلوى ريت روحي لك فدا. رأت طفلها شلون راشد؟ شلون شافت الطفل؟ رأته السهم نابت في نحره ودمه سفيح على صدره. صاحت ما ولدا، يا عبد الله يا غالي، انا برماك ساهرت الليالي، انا ردتك علي عين والي، تلم كبرتي وترفج بحالي، انا ما حسبت
فق من سكرة الموت ولتضيع بثدييك على القلب يهدى وهاي يا الله.